حث رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الأوكرانيين على توخي الحذر هذا الأسبوع مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم. وحذر زيلنسكي في كلمة مصورة من هجوم روسي مع استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد الاستقلال. وقال زيلنسكي أنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفيتي. تزايدت حدة وتيرة الأزمة الأوكرانية مع اقتراب احتفال كييف بعيد الاستقلال عن الحكم السوفيتي والذي يوافق 24 من أغسطس من كل عام، وسط العديد من التحذيرات الأوكرانية من ارتفاع الهجمات العسكرية الروسية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه رسائل تحذيرية مطالباً الأوكرانيين بعدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم مع الاحتفال بذكرى مرور 31 عاماً على الاستقلال، وأشار إلى أن القوات الروسية قد تسيء استغلال يوم استقلال بلاده بشكل خاص من أجل شن هجمات عليهم. أما في موسكو فما زالت التحذيرات تحوم حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية وما زالت تتعرض للقصف، وأعربت موسكو عن قلقها من أن تلك الضربات قد تتسبب في كارثة غير مسبوقة في واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا. وتتواصل المعارك الشرسة شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تحاول روسيا إحكام السيطرة، ونجحت القوات الأوكرانية في التصدي لهجمات روسية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت ضربة عسكرية بالقرب من محطة في جنوب أوكرانيا، وقصفا جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما أثار مخاوف جديدة من وقوع حادث نووي خلال الحرب. ذكرت سلطات مقاطعة زابوريجيا المعينة من قبل موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمت السلاح الكيماوي بدعم من جانب الاستخبارات الغربية وفي مقدمتها الأمريكية والبريطانية. وأضافت سلطات زابوريجيا أن كييف طلبت في فبراير الماضي من حلف شمال الأطلسي الناتو شحنة كبيرة من سترات الحماية البيولوجية، إضافة إلى سيارات الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن بدء الوزارة في إنتاج صواريخ تسيركون فرط الصوتية. وقال شويغو في تصريح لقناة روسيا واحد إن الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ تسيركون بكميات ضخمة، حيث وقعت في منتدى الجيش 2022 عقودا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا، مضيفا أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا إنتاج صواريخ كينجال. أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي السناتور فلاديمير داغاباروف أن التوترات بين روسيا والناتو ستتراجع بمجرد استماع الحلف لمبررات موسكو حول القضايا الأمنية. وقال ديكباروف إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان أمنها، لافتا إلى أن موسكو حذرت الحلف مرارا وتكرارا من تجاوز الخطوط الحمراء.
غادرت 4 سفن محملة بالمواد الغذائية موانئ منطقة أوديسا الأوكرانية ليرتفع عدد السفن التي غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية لتصدير محاصيل الحبوب المختلفة إلى الدول الأخرى إلى 31 سفينة بعد 20 يوما من إطلاق مبادرة ممر الحبوب. وكانت أوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعتا اتفاقية في 22 من يوليو الماضي لإطلاق مبادرة النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشيرنوموراسك وبيفيديني.